مساء الخير من القناة الثانية دوزيم، هذه المرة على بركة الله حصة جديدة مع الرمضاني. شكون مع الرمضاني في هذه الأمسية؟ مارس 2021، عام كامل بنكهة فيروس كورونا، حجر صحي، إجراءات احترازية، سد حل حل سد. وأكيد كل شيء كيتسأل أشنو كيتسنانا وشنو قصة لقاح أسترازينيكا. شكون اللي غيجاوبنا؟ واحد من اللي أخرجتهم كورونا من الظل إلى الأضواء، البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر بيوتكنولوجيا في الرباط، مع الرمضاني. بروفيسور إبراهيمي، مرحبا بك مع الرمضاني. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأنا دائما سعيد بالتواجد في قناة دوزيم. الله يكبر بيك، شكرا جزيلا. ملقح بعدا؟ لا الحمد لله، غير باش ناكد على هذه القضيه هذه. كاين التباعد الجسدي اولا، انا دائما كنحمل الكمامه ديالي وملقح الجرعه الثانيه هذه 4 سيمانات. الجرعه الثانيه نقدروا نعرفوا اش من نوع ديال اللقاح اللي داير؟ بطبيعه الحال انا نشرح لكم حتى القصه. انا ملي مشيت نتلقح ما سولتش اولا، تساليت عاد قالوا لي راه تلقحتي بسينوفارم، قلت لهم مرحبا. معنا الوالدين ديالي كلهم والجد ديالي تلقحوا باسترازينيكا العائله، وكاين اخوان اللي تلقحوا بسينوفارم. ما كانت اعراض؟ ما وقع لك والو؟ ما داروش لك ديك الشريحه اللي قالوا لينا شحال هذه؟ ولا شوف هذيك الشريحه قصه اخرى، ولكن الحمد لله بغيت باش نطمئن المغاربه كلهم بان العمليه تمر في احسن الاحوال. وكم من ناحيه الشخصيه ديالي الحمد لله ما كانت اعراض، والجد ديالي ممرضه ظهر عليا الاعراض، ما هو ما ظهرش عليا الاعراض. الحمد لله تسليم على سيدي. تكلمتي على استرازينيكا، ناس من العائله اللي داروا الله بطبيعه الحال اللقاح ديال استرازينيكا. دابا غتجاوبنا بصراحه بوضوح بلا زيكزاك، واش داك اللقاح فيه شي مشكل؟ ابدا بصراحه كامله. انا كنهضر الان من الناحيه العلميه، لا يوجد اي دليل علمي يثبت بانه الناس اللي طوروا واحد الاعراض الجانبيه ديال الجلطات عنده علاقه بكونهم خداو اللقاح. اذا هذا مساله باش نفرقوا، كاين المساله العلميه ربما نناقشوا لا بغيتي ما هو سياسي وتجاري من بعد. هادشي في السياسه والتجاره. وكنظن كثير من السياسه والتجاره. هكا كنبقاو بعدا في العلم وغنديروا في العلم. انت باش نطمئن الجمهور المغربي العريض، هو انه كيفاش بدات هذه القصه هذه؟ هذه القصه هذه بدات سيدي الدنمارك، واحد السيده ديال 60 عام طورت واحد الجلطه، وكاين ثلاثه ديال النرويجيين طوروا واحد الجلطات معينه. جاو هاد الناس هادو ملي شافوا كانوا ملقحين باسترازينيكا، قالوا احتياطا غادي نوقفوا جزئيا حتى نتاكدوا من هاد القضيه هادي. ملي بقينا كنشوفوا حنا الارقام، قلنا نعطيوهم الارقام والبيانات ديالكم. كيتبين بان اوروبا لقحات 17 مليون شخص، اوروبا 17 مليون شخص بجرعات ديال استرازينيكا، والاشخاص اللي طوروا هذا النوع من الاعراض 42 شخص من 17 مليون شخص، بعدم وجود اي علاقه سببيه ما بين اخذ الجرعات وما بين الاعراض. ولكن فاش كنسمعوا دول كبيره قررت انها توقف تعامل استرازينيكا، كانت فرنسا وكانت دول اخرى، وفي المغرب كاين اللي قال وقعت وفيات بسبب لقاح استرازينيكا. شكون غنتيقوا انتم في اللجنه العلميه؟ ودي بروفيسور بشويه عليكم، ما جاوبتوناش ونهار خرجتوا ببلاغ ديال وزاره الصحه كتقولوا لنا اطمئنوا. ربما لنا تواصل جيدا، هذا نقدر نعطيها لك ماشي مشكل، ولكن غير بغيت نرجع بمالك. كنتعطلوا ياك وعادي نحاولوا ما امكن ما نتعطلوش المره الجايه، وكنعتذر واخا انا غير مسؤول كشخص. تخلعوا لا من حقهم يتخلعوا. وانا شوف انا بغيت نقول انا لحقت براسي بلاصه الناس ونسمع هذه الاخبار الاتيه من اوروبا، كنقول بان اوروبا كان عندها واحد الهاله ديال العلم. بيننا ملي كنقرا هضرتي على فرنسا، كنقرا البيان ديال الرئاسه الفرنسيه، كيش تقول الرئاسه الفرنسيه؟ كتقول انسجاما مع السياسات الصحيه الاوروبيه وبعد اخذ بعض الدول احتياطيا توقيف استرازينيكا، حتى حنا كنوقفوا استرازينيكا. ياك واش شي حاجه علميه هنايا؟ ما قالوش بعد تواصل مع اللجنه العلميه وتوصيات من اللجنه العلميه قررت الرئاسه الفرنسية. لا بان لك السياسه زعما بغيت نفهم. وانا ما انا شوف انا ما نعطيكش انت باش نفهموا الناس، لانه كنحط نفسي في موقف مواطن مغربي. انا شحال من واحد كتب لي كيقول لي جده راه غدا عندها
الجرعة الثانية واش تمشي ولا ما تمشيش؟ وزارة الصحة سكتات، اللجنة العلمية كانت ساكتة، تخرجتوا قبل أيام كتقولوا أنت ما كاين بس. حنا كنقولوا غنطمئنوا فعلا؟ غنطمئنوا، أنا كنقولوا بكل مسؤولية، أنا نضرب جديا بكل مسؤولية، اللجنة المغربية العلمية اجتمعت ونظرت لجميع البيانات ماشي غير المغربية، الدولية. الدولية الموجودة وكتقول بأنه لحد الآن لا يوجد أي دليل علمي. أكثر من ذلك أنا دوست في واحد القناة ديال الجزيرة الإنجليزية وكانوا كثير من الباحثين الأوروبيين وقلت لهم واش كاين شي باحث في أوروبا الآن يقدر يخرج يقول بأنه كاين علاقة سببية بين الأعراض اللي شفناها وما بين الجرعة ديال الأسترازينيكا، لا يوجد أي أحد من هذا القبيل. الشيء الثاني خصنا نأكدوا بأن الخبراء ديال منظمة الصحة العالمية خرجوا، الخبراء ديال الوكالة الأوروبية للأدوية خرجوا تاهما وقالوا نفس الشيء، خرجت الجمعية الدولية ديال التخثر الدموي وقالوا نفس الشيء، لا توجد أي علاقة سببية بين الأعراض اللي شفناها ديال الجلطة وبين أخذ اللقاح أسترازينيكا. الدليل القاطع يمكن كل شيء فهمه ملي كناخذوا الأشخاص اللي خداو الجرعات ديال أسترازينيكا، أشخاص اللي ما خداوش جرعات أسترازينيكا، كاين أكثر أشخاص، كاين الجلطات أكثر في الأشخاص اللي ما خداوش جرعات أسترازينيكا. بمعنى نطمئنوا ندقوا الشوكه الحمد لله والتقليد عليك بروفيسور. لا 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 انا شوف انت ديما كتسوني هذا التقليد غير باش نذكر واحد الحاجه انا ما اقوم به ليس لا عنديش مسؤوليه رسميه، هذا اقوم به تطوعا، ما كنتخلص عليه، ما كتخلص على حتى شي حاجه من هذا الشيء. هذا انا كنقول بانه حنا تحملنا المسؤوليه ديالنا العلميه امام الله، امام الشعب، امام الملك ديالنا، وسنقوم بذلك ان شاء الله، الله يقدركم حتى النهايه في اطار المسؤوليه العلميه. أنا واحد الحاجة غنبغي نفهمها، الله يخليك أودي يا بروفيسور، ونستغلوا المناسبة اليوم. المغرب دولة فقيرة على قد الحال، رجع في التوب 10 عالميا ديال الدول اللي قدرت تلقح. فين كاين الحكمة وفين كاين السر؟ أنا مزوق فيك. أنا نقول لك الحكمة والناس اللي ما عرفوهاش، المغرب في البداية ديال احنا كان ذكرتي على عام ديال هكاك احنا غنجيو للعام نقلبوا الموازيع ولكن ما كاينش. في دجنبر 2019 كنا كنظنوا ربما سيكون محلي هذاك الوباء، ومن بعد ديك تبين من الناحية العلمية بأن القضية غادي تكون جائحة وستصلنا. المغرب كان واحد الصرامة علمية في النظر اللي عندنا واللي ما عندناش، قلنا احنا راه ما يمكنناش نطوروا بسرعة لقاح، ما يمكنناش نطوروا بسرعه ادويه، ما يمكنناش نطوروا بسرعه كثير من الاشياء اللي تتعلق بالجائحه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه عرفنا بان جائحه عالميه، اذا الدول شنو غادي دير؟ عاد تشوف غير الطاقه ديالها باش تنقذ الناس ديالها، كلها غادي يشوف نفسي نفسي. اذا حنا قلنا شنو عندنا حنايا؟ اذا اللي عندنا هو الوقت. كان عندنا الوقت بانه الازمه بدات في دول اخرى قبل منا، اذا ديك الشهر اللي ربحناه دائما خلينا كنربحوه. شنو قلنا؟ قلنا نشدوا، احنا شدينا مع فرنسا رغم ان فرنسا كان فيها الوفيات اكثر واوروبا الوفيات اكثر وفيها الاصابات، شدينا في نفس الوقت، شدينا في نفس الوقت باش نربحوا هذاك الشهر. لا ولكن عند رجع لهذاك العام، اذا ملي درنا هذاك الاخر كان عندنا هذه الخطه الاستباقيه اللي بقينا اوفياء ليها. كان النقطه الثانيه اللي مهمه بزاف الناس ما شافوهاش، انه صاحب الجلاله اعلن مباشره قال مهما كانت الكلفه ياك الصحه والحياه ديال المواطن المغربي أولوية. أولوية مطلقة. إذا ملي جينا كنشوفوا حنايا ملي بقينا كناخذوا القرارات ديالنا ما عندهم حتى علاقة لا بالناحية التجارية لا بالناحية السياسية لا والو، كنشوفوا كنقولوا شنو اللي في مصلحة المواطن المغربي وخروج هذا البلد من هذه الأزمة هذه. إذا شفنا بأن الكمامات خصهم يداروا درناهم، مثلا كان خصنا الفلوس الصندوق راه دار واحد خصنا باش نرجعوا لهذه المسائل باش نتمنوها الآن، دار هذاك الصندوق. الشيء الثاني بداية من شهر ماي يونيو عرفنا بان غيكون مشكل في اللقاح، عرفنا مشكل غيكون في اللقاح من الاول من الاول عرفنا وسبقتوا السوق ولا شنو بالضبط؟ لا ها انت كيفاش عملنا هذه القضيه؟ كنشوف المانيا ولا كيعطيو لنا النموذج الالمان وما ادراك ما الالمان، اما خوتنا الجيران هذوك لا حديث ولا حرج. فخمسه وخميس على المغرب، ولكن شنو السر؟ شنو احنا كنا واحد الصرامه مع عاداتنا، قلنا احنا ما عندنا حتى شركه ديالنا تقدر تطور اللقاح، ما عندناش واحد المنصه اللي تقدر تصنع اللقاح، اذا خصنا نشوفوا دوليا. فرنسا مثلا ناخذوها كمثال اللي كنديروا معاه، فرنسا كان كثير من الشركات الفرنسيه تطور اما التشخيص وتطور اللقاحات ولهذا، وكان في القرار ديالها ربما كان هذا الاخذ عين الاعتبار هذه المقاربه هذه. احنا في المغرب في الاول قالوا لنا الفلوس موجوده قلبوا على اللقاح، اذا جميع الاشخاص دخلوا في هذه القضيه هذه من اعلى سلطه في البلد، جميع المتدخلين كانوا هنايا وحاولوا ما امكن بانهم يجيبوا اولا اللي ربحنا كثيرا، يجيبوا التجارب السريه للمغرب يمكن نناقشوها
وهذا شيء مهم جدا، لان خرجنا حتى القوانين مؤطره لهذا في زمن قياسي. الشيء الثاني قلنا على المستوى الدولي شنو اللي يقدر يعاوننا، جبرنا كاينه امكانيه ديال استرازينيكا في البدايه، والان كنشوفوا كاينه امكانيه ديال سبوتنيك، كاينه الامكانيه باش نستافدوا من المبادره ديال الكوفاكس، وكنحاولوا بمراره كبيره. وغادي نستعمل هذا ما كيعجبنيش نستعمل لغات اخرى، لاجيليتي، هذه المرونه مهمه وهذه لاجيليتي كانت مهمه بالنسبه لنا، نفهم والناس يفهموا بانه العمليه ديال التلقيح غدا في امان الله وفق ما كان مبرمج، ولا شي شويه وقتاش نقدروا نتلقحوا كاملين او على الاقل الفئه المعنيه. نحتاج في شفافية كاملة. احنا اللي كان عندنا في المرحلة الأولى كهدف، المرحلة الأولى اللي كتهدف له جميع الدول، هو حماية الأشخاص المسنين والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي كنسميوهم الأشخاص اللي في وضعية هشاشة صحية. هذا هدف ديالنا في الأول، إذا خصنا ننجحوا فيه. إذا وصلنا ليه لحد الآن؟ وصلنا بأن لقحنا الأشخاص فوق 60 سنة، ياك؟ لقحنا الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، واخا كيكون دري ديال 18 عام تلقح ممتاز. المغرب هذا ممتاز. ملي كنشوفوا هذه القضيه هذه كنقولوا بانه كنعرفوا واحد المعطى اللي مهم جدا، انه جميع اللقاحات المستعمله لحد الان الدراسات العلميه تثبت بان الاشخاص الملقحين لا يطورون حالات حرجه. هذه ثبتت علميا. هذه علميا كاين لحد الان كاين. اذا احنا شنو كنقولوا؟ الا حمينا هاد الاشخاص فوق 60 سنه والاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه، ولا جاتهم لا قدر الله عندهم حالات قليله ولا عندهم حالات اللي ما كتستدعيش انهم يمشيو للانعاش، والناس اللي تحت 60 عام محميين عندنا، لانهم احصائيا هاد الناس هادو ما كيطوروش الحالات الحرجه، لانهم اقل من 60 ديال 60 عام كيكون العدد. هادشي واش غيدينا كيف ما كان قال او سبق الوزير الصحه قال بانه نحققوا المناعه الجماعيه في افق رمضان، رمضان على الابواب، السفوف بداو كيطيبوا، الشباكيه بدات كتوجد، كاين شي مناعه وجدات ولا لا؟ انت باش هو باش نعطيو لكل ذي حق حقه. الوزير ربما ملي خطر هذاك المقوله قالها في واحد المحيط معين، في واحد لو كونتكس معين، بينما حنا الان اللي كنشوفوا بانه مع اقتراب رمضان كتفرقنا واحد ثلاثة سيمانات باش نوصلوا الجرعه الثانيه لجميع هاد الاشخاص هذه، وعاد نوصلوا لواحد 4,220,000 تقريبا اللي تلقحوا بجرعتين، وهذا ممتاز، واحد العدد، واللي خصنا نفتخروا بان كنوقف هنايا، واخا باش ما تدينيش الاسئله اخرى. باش نغديك لي الاسئله اخرى، باش نقولوا الشباكيه والسفوف نرجع نتراوح، ما نعرف حتى شي بلاصه. غنقولوا بان المغرب وصل تقريبا 13% ديال الساكنه اللي تلقحات وصلنا ل 60 سنه، اللي كثير من الدول وصلت الفئه ديال 60 سنه، كندا مثلا الولايات المتحده الامريكيه، وصلنا زيد لا بخصني هذا العدد الرقمات. الا خدينا الدول اللي فوق 20 مليون نسمه، ياك المغرب كيتوجد في واحد الثلاثي عجيب اللي هما الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا. اللي بالنسبه فخور بالتجربه المغربيه. لا. شوف انا نقول لك علاش فخور، لان كنشوف جميع الارقام، بزاف الارقام كتجي ومؤشرات اللي كنكون فيها 120 112، خلينا نفرحوا شويه وما حقناش. جينا بدا الكوفيد الحمد لله ما كاين، حنا باقيين من الاولين في الطوب 10 الحمد لله، ما كنقولش ربحنا الحرب بتاتا، كنقول واحد المرحله يمكننا نفتخروا بها ومحقوا كالمغاربه طيب يفتخروا بها. بناء على هذا الشيء وهذا الافتخار وهذه الحماسه ديالك اودي يا بروفيسور، وقتاش غتفكوا منا هذا الشيء وديك اللجنه العلميه تمشي في حالها وتقولوا لنا صافي ما كاين شيء، تباعوا تقاربوا الله يخليكم ورمضان جاي. انا كنقراك في الفيسبوك كتلمح حليتوا لنا الحمام من جهه وكتلمح لشي سدان جايه في الافق. وانا شوف انا باش ما نديرش الشعبويه كنضم حتى الناس الحمامات مغاربه، حتى هما من حقهم يشتغلوا، حتى هما من حقهم القوت اليومي ديالهم، وكنعتز بانهم بطل ابطال حتى هما، لانهم خلال الازمه هذه حتى هما شاركوا في هذه العمليه، لانهم القوت اليومي ديالهم ساهموا كلاو العصا. وهذا المغربي انا كنقول جميع المغاربه خصهم يفتخروا، لان هذا كلنا بطل في هذه القضيه هذه. بالنسبه اللي قلت المرحلة الأولى ربما نجحنا فيها، كتبدا المرحلة الثانية اللي كتكلم عليها أنتايا، هي الوصول إلى المناعة الجماعية، أي أنه تلقيح ديال 80%. هذا بطبيعة الحال وكما كنلمح ليه دائما، هو أنه ماشي غير قرار سيادي للمغرب فقط، هذا القرار هذا هو قرار اللي كاينه بزاف ديال المتدخلين فيه، ولا سيما أنه تزودوا باللقاحات من دول أخرى بكثرة. بينما احنا اللي كنقولوا حنا الوضعيه ديالنا تكون نوعا ما احسن بكثير من مارس ديال 2020، لان غادي يكون عندنا ربما انه الناس اللي في المغرب غيكونوا يطوروا الحالات الغير الحرجه ديال الكوفيد، اللي غيسمح ما يكونش الضغط على الانعاش، اللي غيسمح بانه ما يكونش عندنا الوفيات. اما المناعه الجماعيه كنظن ياخذ واحد الوقت معين باش نوصلوا، ولكن رمضان انا كنسول على رمضان. مرحبا واش نتوقعوا شي حجر صغير
شي حاجه قريبه للحجر. لا انا نعطيك دابا حيت الناس كنتسال ديما حتى انا كنعيش في المغرب. الناس بغاو يصلوا التراويح بغاو يخرجوا للقهوه. خرجوا للقهوه متفق معاك. لا يعني نقولوا باش لا اللجنه العلميه لا تناقش هذه الحاله من مبدا انه رمضان ولا شي حاجه. السؤال اللي كنطرحوه من الناحيه العلميه هو كنقولوا هل هناك متغير ما شي حاجه تغيرات اللي كتسمح لنا من الناحيه العلميه باش نغيروا الاجراءات اللي عندنا. هذا هو الصحيح. عندنا جوج ديال الاشياء اللي هي صعيبه وكنشوفوها هذا الجانب التفاؤل هضرنا عليه. كنشوفوا بانه اولا كاينه هذا ما يسمى بالسلالات المتحوره. هذه السلالات هذه اللي بقات كتظهر وغالبا غادي تطور في المغرب وحنا سارعنا وكنسرعوا دائما باش نديروا التلقيح باش نحميوا ضدها. الشيء الثاني هو انه مدى التزامنا حنا كاشخاص بالاجراءات الاحترازيه. علاش؟ هاد جوج الاشياء معا كيسمحوا بان ما يكونش التكاثر ديال الفيروس. الا ما تكاثرش الفيروس ما كتظهرش الطفرات، ما كتظهرش السلالات المتحوره، ما كتظهرش بانه الاعراض الخطيره. وكيفضل هاد المعطيات راه ترخينا شي شويه، راه ما بقيناش كنديروا الكمامه بزاف وكاين اللي ما بقاش يتباعد، غادي نعترفوا بها. ياك هذا هو دابا انا بغيت ناكد المتحوره كاينه حتى هي. خليه حقي. واش غتكون اجراءات ولا كتوقع بناء على هذه المعطيات تكون اجراءات استثنائيه؟ انا غادي نزيد واحد الاشياء اخر هو انه المغرب كاين انا كنشوف فرصه اون اوبورتونيتي فرصه انه لو تمكنا وش هي جاتنا دابا باش نتمكنوا ان شاء الله نخرجوا من الحجر مع الدول الاولانيه عطتنا واحد التنافسيه كبيره جدا، واحد التنافسيه لا بالنسبه للاستثمارات الماليه اللي من الخارج، لا بالنسبه للسياحه ديالنا، لا بالنسبه كذلك العوده. راه كنساو بان راه كاين 5 مليون 4 مليون المغاربه اللي ما قدروش يرجعوا، اذا كتعطينا ربما واحد الامكانيه في الصيف بانه ندير واحد الربح كبير، ربما داكشي اللي خسرناه كامل نربحوا مره اخرى. اذا هذه المعادله هذه نصبروا في رمضان باش نتفوهوا في الصيف. اي كاينه هاد المقارنه هذه اللي كنديروا، هاد المعادله هذه، هاد المعادله هذه انا اظن بكل مسؤوليه الا كانت ناخذ شويه على العاتق ديالنا في هاد الاشهر المقبله باش ما نقولش رمضان ولا شي حاجه، هاد الشهرين اللي جايين ولا شي حاجه، ولكن نربحوا الصيف. انا غادي نهز يدي وغادي نقول ندير ممكن يكون شي حجر صحي شامل كيف ما كان في مارس 2020. انت باش نذكروا حنا كنشوفوا ما يجري في العالم، حنا ماشي معزولين على العالم. ايطاليا تعلنوا عن الحجر في الاسبوع اللي فات، كذلك فرنسا تعلن في مناطق متعدده على الحجر، بريطانيا حجرات لان بدا فيها الاولى هذيك السلاله البريطانيه حجرات. علاش؟ باش دير التلقيح في نفس الوقت باش تحمي الناس، هذا علاش عملاته بريطانيا. بينما حنا الحمد لله هذا اللي بغيت نقول، الحمد لله انه جاتنا العمليه ديال التلقيح الجماعي موازيه مع انخفاض الاعداد ديال ولكن الاصابات. الاعداد على ما يبدو بدا المؤشرات تطلع شي شويه. اذا فعلا كاينه موجه ثالثه كيف كيقول البعض؟ يمكن. علاش؟ انا نقول لك علاش. لانه من الناحيه العلميه ما كاين حتى سبب في العالم انه السلاله البريطانيه ما توليش سائده في المغرب. احنا اللي لا ما كاين حتى شي سبب ممكن على طبيعة الحال. هذا شيء محتمل وكنظن بأنه في شهر ماي عادي تكون هي السلالة السائدة في العالم كامل حتى في المغرب. إذا حنا اللي بغينا نأخر ما أمكن هو انتشار هذه السلالة هذه حتى نلقحوا أكبر عدد من المغاربة ممكن. علاش نهضرت على شهرين ولا شي حاجة وما هضرتش على رمضان؟ إذا قدرنا أكبر عدد ممكن المغاربة نلقحوا في هذه الشهرين كنوصلوا لهذا المعطى ديال المناعة الجماعية. طيب في هذه الإجراءات الاحترازية تحد ما يختلف بأنه نعطلوا ولا نحيدوا ولا نقضيوا على كورونا، هذا هو الهدف الاسمى. مغاربه كيتسائلوا واش كورونا كتسارى غير بالليل؟ لا سؤال مهم. علاش 8 الليل رضوان دخل لدارك؟ واش دابا انا ديال 8 الليل دخل لداري؟ لا ماشي غير انت، انا جميع الاشخاص كيطرحوا هذا السؤال. غير هو من المعطى العلمي اللي اساسي هو انه كل ما قللنا الحركيه كاين علاقه وطيده، نقصنا الحركيه ولو غير من 8 ل 11 الليل، كلشي كيتفق بان من 8 ل 11 الليل كيتحركوا الناس وكيجلسوا في القهوه بزاف، ولا سيما هذه الايام الجو مزيان. غير هذيك ثلاثه السوايع مهمه جدا لتقليص بان الاصابات في المغرب. اذا الوصفه شنو هي باختصار؟ الوصفه نعطيها اللي خصك تنصح به المغاربه في هذه المرحله ويبداو يتوقعوا شي شويه باش ما يتصدموش حيت كتخليو القرارات حتى لاخر لحظه. لا ما شوف حنا الصف ديالكم رمضان 6 ندخلوا ولا 5 ولا لا، غير باش ناكد على هذه القرارات هذه راه ماشي قرار ديال اللجنه العلميه. اللجنه العلميه وما هو علمي وصحي وطبي غير جزء من المكون راي استشاري راي استشاري اللي مهم في الدوله هذه وكيتاخذ بعين الاعتبار، ولكن كاين ما هو قرار اجتماعي وقرار
قرار اقتصادي مهم جدا باش كنعطيو واحد القرار نهائي. انا كنعمل بغيت نعمل واحد التعاقد تعاقد مواطنتي اللي هو انه الدوله تحاول ما امكن تجيب اكبر عدد من ممكن وتسرع بوتيرات ديال التلقيح من جهه باش منعوا التكاثر، والمغاربه يتعاونوا معنا ويديروا هذه الاجراءات الاحترازيه رغم بساطتها اللي مثبوته علميا انها كتنقص كذلك التكاثر ديال الفيروس. الا جمعناهم وعطينا من راسنا واحد المده ديال شهرين ثلاث شهور كنظن ربما غادي نقربوا واحد نصبروا باش ما نرجعوش الكونتور الزيرو. هادشي اللي بغيتي تقول ما بغيتش انا وانت دابا بغينا انا بغيت نهضروا على المآسي ديالنا نهضروا عليها نذكروا الناس نذكروا العيد الكبير وقعت الاسد كان خصنا نصبروا. وانا دائما ملي كنجي لهنايا وبتاثر كثير كثير من الناس اللي فقدناهم ودائما ملي كنجي لهنا كيعرفوا الاخوان ديال دوزيم انا كتجي في الذاكره ديالي السي صلاح الدين الغواري والله يرحمه وكنتاثر ما بغيتش نفقد شي واحد ما عندي تاريخ حنايا باش نقول هذا الكلام هذا بمعنى ما نعاودوش نفس الخطا ما نعاودوش لن يرحمنا وليداتنا ما يرحموناش الجدد ديالنا ما يرحموناش لان رجعنا نفس الخطا ما يمكنناش انا كنقولها بكل صراحه ما يمكنناش نديروا الخطا ديال العيد الكبير واخا الناس كيقول لك عيينا من كورونا وصافي ولكن انت انا دابا الناس كيقولوا عيينا ولكن ما كيشوفوش كيوقع على برا راه فرنسا راه ما كتقدرش تخرج صاحبي برا راه ايطاليا راه كاين حجر شامل انا كنت في القصر الكبير هاد الايامات هاد ياك بان كنت راه الناس ما راه الناس عايدين حياتهم والحمامات حلات الحمامات محلوله الكمامه ما كاين لا ما كاين لا كمامات ما كاين حتى شي حاجه اذا الناس اللي كيقولوا هذاك الضغط النفسي اللي كان كنظن بانه كنا عشناه ما بغيناش نعيشوا مره اخرى حنا كنقولوا نحن على مرمى حجر من الخروج من هذه الازمه هذه حبذا ان شاء الله بحول الله ما يكون غير خير. بروفيسور ما بقاش لنا الوقت بزاف ولكن غنسولك ما ندمتيش رجعتي من الميريكان للمغرب كنت دابا راك متالق في الولايات المتحده الامريكيه وما كاينش سي ان ان وفوكس نيوز وداك الشيء الكبير لا انا مثلا الناس كيسولوني كندوز في الجزيره انجليش كندوز مع قنوات المانيه قنوات تركيه كندوز معاهم لا كندوز معاهم ولكن ما ندمتيش رجعتي للمغرب اكبر نجاح هو تنجح بلادك اكبر نجاح ما يمكنش شي واحد يعطيني انني موجود اليوم في المغرب كنهضر مع السير رمضاني مع صحفيين ديال الدوزام وكنعطي رايي بكل حريه وكنعاون هذا البلد ديالي وانا سعيد بدك ما كاين حتى شي واحد بالرغم ان الجائحه كتجي مره في القرن مره في القرن تصور معايا سر مره في القرن كنجي هذه المره جات معك انت جا كنعاون بلادي بكل تواضع وبساطه كنعاون بلادي وكنحس ممكن النجاح يكون في البلاد في المغرب لان كنسمعوا بعض المرات الاخر فيكم يتفضوا هذه البلاد ماشي ديال النجاح شوف البراني كي كيتهلا في وليداتنا انا غير نقول لك واحد الحاجه انا دائما ملي كندخل وكنهضر مع الناس كنقول رغم الاكراهات باش ما يقولش شي واحد باني طوباوي ما كنعرفش كنقول رغم الاكراهات المغربيه كاينه الامكانيه ديال النجاح كاينه الامكانيه باش نقدروا ونحن نستطيع ما عندي حتى ادنى شك والذكاء المغربي والمقاربه التشاركيه المغربيه احنا ثبتناها ولا لا المغرب ديال اللقاح ما عجبكش السر رمضاني انا عجبني راه كاين شي وحدين اخرين ما عجبهمش المغرب ديال اللقاح هذاك المغرب اللي كتدير 17 كتعرف فين تمشي كدير الجرعه ديالك كتكمل الجرعه الثانيه كتمشي للدار ديالك كيخرج لك الورقه بانك ملقح جوج المرات فيها الكيار فيها كل شيء هذاك المغرب هو اللي بغينا يكون مغرب ما بعد الكوفيد ما بعد الكوفيد قبل ما غنمشي لبعض الامور باش تعلق عليها بروفيسور غير نبغي شنو هو الدرس ديال هذا العام من مارس نقولوا على الاقل 2020 الى مارس 2021 اش البلاد خصها تتعلم اش المغاربه خاصهم يتعلموا انا كنمشي بايجابيه اولا خصنا نتواضعوا انا غير كانسان لان فيروس اللي كيعرف الفيروسات راه واحد المخلوق بسيط جدا غير مجرى ماشي التاريخ مجرى العالم فيروس اذا حنا خصنا دائما من نهضروا على راسنا ويسخن علينا راسنا نتفكروا راه غير فيروس راه كورونا راه كورونا راه خصو الانسان يتواضع الشيء الثاني المغرب اللي كيبغي كيستطع المغرب اللي كيبغي كيستطع واحد الله نبقاو ديما نبغيو لا من كيبغي والحمد لله والكل انا كنظن بزاف خرجت بزاف الاشياء اللي كان ايجابيه فينا ما كناش كنعرفوها في ذاتنا واللي خرجتنا وخصنا نبنيو على داك الشيء ان شاء الله لان المغرب ان شاء الله انا اؤمن بالمغرب فوالا ملي كتسولني على الميريكان وهذا انا عرفت فاش حيرتني فاش كتقول لي المغرب في كورونا احسن من فرنسا دائما كترجع لي هذا السؤال واجي اجي نقول لك انا نقول لك السر رمضاني دابا حضر غير استرازينيكا
حنا المغرب البلاغ ديالنا قراه، البلاغ ديالنا كيقول بعد توصيات ديال اللجنه العلميه وتتبع على جميع البيانات الدوليه تبين شحال الحالات في المغرب، والقرار ديالنا هو استمرار في استعمال استرازينيكا. البيان ديال فرنسا كيقولوا انسجاما مع السياسات الصحيه الاوروبيه ونظرا لان دول معينه احتاطت والغت استعمال تحنا الاخر. شوف ديما ملي تقرا انسجاما نعرف القضيه ماشي هذه. ايوا صافي. بروفيسور عز الدين ابراهيم انا بغيت التعليق ديالك على واحد الجملة خليك تقراها وتعلق عليها. موصف سلاوي جادوغ مون بيي مي جو نو بوغي با اي ترافايي. احنا غادي نعملوا ما امكن بانك تجي تخدم فيها، علاش لا؟ احنا جميع الكفاءات المغربية، باش نوضح، انا كنت 17 سنة وعلى برا وشفت المغرب من برا ومن داخل، كنظن ربما احنا ما توصلناش مع الكفاءات ديالنا، ربما ما وفرناش بجميع الاشياء، ربما هما كيظنوا بخصهم تتكون الظروف معينه مزيانه عادي يجيو. احنا اللي كنقولوا قلت قبيله، احنا كنقولوا رغم الاكراهات المغرب كاينه بامكانيه باش تعاونونا، وكاينه امكانيه باش نتعاونوا معاكم، وكاينه امكانيه تنتوما باش تنجحوا تلقاو ذاتكم في هذا البلد هذا. اذا ما كاين حتى شي. كنتمنى فعلا انه موصف سلاوي يدير يد الله مع بلاده. وانا كان واخا تيقول لك الماضي لا والو، انا ما انا كنشوف ايجابي، انا كان ما كعرفش اولا واش السي سلاوي ما دارش يدي ولا لا، انت ما عارفش هذه معقوله ياك داكشي اللي كنشوفو صح غير اللي كيتقال ولا شي حاجه. ولكن انا كنظن شخص كشي سلاوي بطبيعه الحال يحب المغرب وسيعمل ما فيه الكفايه باش يعاون المغرب، ربما لما كانش جهره ربما يعمل هو السياده، ما عندي الثقه الكامله في هذا الشيء. الدم المغربي كيبقى دم لا مغربي. شوفوا صوره للتعليق ديال البروفيسور الثانويه المحمديه التاهيليه قصر الكبير شي الله رجال البلاد. ودابا انت حيت انت دابا غلبتي عليا حيت كتعرف الحب ديالي لهذه المدينه، انا مزداد في الزواقين اللي كافتخر هي قريه في وزان، ولكن تربيت في هذه المدينه هذه، وكنظن الثانويه المحمديه خرجت كثير من الاشياء، كشكيت كثير من الاشخاص، وانا عندي واحد الحب كجميع الاشخاص اللي عاشوا، وعندي ذكريات وعندي هذا، واتاثر دائما ملي كنشوف هذا. والمدرسه العموميه بعد ما انا زعما خلصوا عليك ما هذه الحمد لله افتخر كثيرا بان كثير من الكفاءات المغربيه خرجت المدرسة العمومية، المدرسة العمومية، وكنأكد دائما السي أمزازي صديق ديالي ويقوم بالكثير من أجل المدرسة العمومية، وكنتمنى بأن نشدوا فيها باليدين بالسنان، لأنه هذاك لاسونسور سوريال، هذاك السلم الاجتماعي ما خصوش يضيع. خصني علاش ملي كنهضر على شخصي المتواضع علاش كنهضر عليه، كنقول ربما سيلهم شخصا ما، باش يقول شخص كان في القصر الكبير مدينة عادية كيطلع الثانوية عمومية ومشى وقرا وجا ونفع بلاده وخد الدكتوراه في 26 عام تبارك الله كنتي قرايه ودي بروفيسور وشوف ما كاين ما يدير في القصر الكبير هذاك الشيء قرا. إذا النجاح ممكن وانا هذا هو الامل ديالي اللي بغيت نعطي الناس اللي كيتفرجوا فيا، وكنقول بانه المغرب عندنا بزاف المعيقات، انا راه ماشي طوباوي، راه كنعرف المعيقات، كنعرف الاكراهات، كنعرف كثير من الاشياء، ولكن نتمنيت بان الدوله تعاون بان يبقى هذا الصرح ديال المدرسه العموميه موجود، وبغيت بان الناس يامنوا بالمدرسه العموميه، وبغيت نستعمل هذه الكلمه هذه، نسترجعوا المدرسه ديال الدوله، نسترجعوها، راه ديالنا، راه ديالنا، راه ماشي ديال شي واحد، راه ديالنا. يقول السي امزازي راه ديما معك هذه رساله السي امزازي. نشوفوا اخر ما سيعلق عليه بروفيسور عز الدين الابراهيمي، هذا مقطع فيديو ديال مجموعه شباب اغلبهم قاصر، شوف كيدخلوا في الوراج ديال البوليس، هما راه تشدوا على كل حال بدا التحقيق. شنو تعليق البروفيسور ولد الشعب اللي كيعجبك تسمى ولد الشعب وفي هذه المرحله خصوصا والمدرسه واو 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 انت انا ما بغيتش نكون سلبي، هاد الاشياء يمكن توقع في كثير من الدول، حنا اللي بغينا المغاربه كلهم يمكن لك دير هاد اللعبه الضحك هذا يمكن لك ديره، ولكن باسلوب سلس. علاش؟ اللي خصنا هاد الناس هادو يعرفوا بان هاد المرحله هذه تقتضي منا كنا صغار كبار متوسطين نوعاو في هاد الظرفيه هذه ونحسنوا راسنا. هاد الناس هادو غالبا مراهقين كيبانوا ليا انايا، كنتمنى ما يكونش ما هو جزري هو اللي عي الاخر، بينما انا اؤمن بالتربيه والتكوين، انا من الناس اللي كنامنوا بالتربيه والتكوين، هاد الاشخاص هادو ربما ندير لهم واحد مفعود ما نصيفطهم للحبس ولا نشدوهم ولا شي حاجه، نقدروا نعلموهم تربويا شنو خصو يدار ولا شي حاجه، لان انسان اؤمن بالتربيه كحل لكثير من المشاكل ديالنا، زعما يؤسفني كثيرا ولا سيما انهم رجال الامن اللي قاموا بواحد المجهود وحنا كنا كنهضروا على واحد مجهود خارق، وانا كل مره كندوز وكيوقفوني وحييهم كنحييهم هذا المنبر هذا، ولكن هاد الناس هادو هي مشكل تربيه، التربيه ماشي غير المدرسه. العائلات ما خصهمش تخلوا على التربيه ديال وليداتهم.
واضح. خصنا يكونوا حنا واحد واحد المقاربه تشاركيه، المدرسه من جهه والحومه اللي فقدناها حتى هي من جهه وكذلك العائلات، باش تكون هذه الحاله بحال هذه ما تكونش. والرساله واضحه البروفيسور عز الدين الابراهيمي، لابد من التربيه، لابد من استرجاع المدرسه العموميه، ولابد من الاحتياط باش انه نتجاوزوا هذه المرحله ديال كورونا، ما نعاودوش الخطا اللي درنا في العيد الكبير والفهم يفهم. شكرا لك مرة أخرى بروفيسور عز الدين الإبراهيمي، شكرا للفريق التقني اللي رافقني في هذه الحلقة مع رمضاني، شكرا مشاهدينا، تلقوا الأسبوع المقبل مع ضيف جديد، وآخر دعوانا كما العادة الله يخلينا في صباحنا والسلام عليكم.